نظم مساء اليوم بالرباط حفل منحة التفوق الدراسي استحقاق لفائدة أبناء أسرة التعليم الذين حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة حسن جدا. نوال قرري وعبد العليد. منحة استحقاق ما يقارب 3000 مستفيد من أبناء أسرة التعليم يتوجون اليوم في حفل أقيم ترسيخا لقيام التميز لتلاميذ ختموا مسارهم التعليمي الثانوي بمعدلات مرتفعة. 55% منهم ينتمون للمدرسة العمومية. نهنئهم على هذا الاستحقاق وهذا التتويج الهائل واللي غادي يتمكنوا من هذه المنحة باش يسيروا الدراسة ديالهم على المستوى الجامعي في المغرب، وثانيا الإشادة والتنويه بما تقوم به المؤسسة. هذه خدمة وضعتها المؤسسة باش تنمي ثقافة التميز وباش تبين بأن المنظومة التعليمية ديالنا فيها الجودة، وهذا هو أحسن برهان. ولأن التتويج اعتراف كان لابد من حضور اسم في قامة رشيد يزمي عالم الكيمياء وصاحب أزيد من 70 براءة اختراع ومؤلف أكثر من كتاب علمي ليشارك المتوجين تجربته وخبرته وليكون القدوة في البذل والصبر والمثابرة. وتنظن بأن هذه المبادرة يعني إيجابية جدا، لأن ماشي غير اعتراف بالعمل ديال الطلبه اللي تبارك الله عليهم نجحوا وشدوا هذا يعني لا مونسون تري بيان 3000 يعني عدد كبير، وكذلك يعني بحال رساله للاجيال الصاعده باش يعرفوا بانهم الا اجتهدوا ولا عملوا ولا عملوا مزيان الى اخره غادي يوصلوا حتى هما لهذ الدرجه هذه. منحه استحقاق منحت لازيد من 12000 تلميذ منذ اطلاقها سنه 2003، تحتل فيها التخصصات العلميه حصه الاسد، ما يفسر توجه اغلب المتوجين للاقسام التحضيريه وكليه الطب والهندسه.